السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بروفيشنالز، معكم معين في فيديو جديد. اليوم سنقوم بمراجعة لهاتف هواوي اونر 9E الذي يملك افضل كاميرات كومن الامامية والخلفية. لتعرفوا عليهم ابقوا معنا، لكن بعد هذا الفاصل القصير. اول هاتف كما قلنا هواوي اونر 10E، ياتي بالمواصفات التالية: 6.1 انش حجم الشاشة بدقة فول اتش دي بلس، كاميرا خفية ثلاثية الأولى 24 ميجا بكسل والثانية 2 ميجا بكسل والثالثة 8 ميجا بكسل، كما أملك كاميرا أمامية 32 ميجا بكسل، الرام 4 جيجا بايت بمعالج أوكتا كور، البطارية 3400 ملي أمبير بمدخل مايكرو اس بي 2.0. إليكم بعد التوريث مدى بمراجعة شاملة. هاتف باندرويد 9.0 بي بطول 154.8 ملم وعرض 83.74 ملم وسمك 7.95 ملم بوزن 164 جرام. بيأتي بالألوان أسود الأزرق والأحمر. يأتي مصنوع من البلاستيك. الشاشة 6.1 إنش بدقة Full HD Plus بكثافة بكسلات 415 بكسل لكل إنش من نوع IPS. النوتش من نوع Water Drop. يتشمل 38.31 مم حجم الشاشة الكلي. كاميرا خلفية أولى 24 ميجا بكسل والثانية 2 ميجا بكسل والثالثة 8 ميجا بكسل والثالثة بعدسة Ultra Wide Angle، يعني بزاوية عريضة. بفوتت على 7.8 تصور فيديو فول اتش دي 30 فريم بالثانية بفلاش LED. كاميرا أمامية 32 ميجا بكسل خرافية بفوتوفاسا 2 تصور فيديو فول اتش دي 30 فريم بالثانية. معالج هواوي هايسيليكون كورين 710 أوكتا كور 2.2 جيجا هرتز 64 بت. ينقسم إلى اثنين: الأول كواد كور 2.2 جيجا هرتز أرم كورتكس أ 73، والثاني أيضا كواد كور 1.7 جيجا هرتز أرم كورتكس أ 53. معالج رسوميات أرم مالي جي 51 إم بي 4، الرام 4 جيجا بايت، تخزين داخلية 128 جيجا بايت، يدعم إضافة كارت اس دي ويدعم البصمة في جريد برانت، بطارية 3400 ملي أمبير، لازم إزهار ولازم شحن سريع، يدعم 2 كارت سم من نوع نانو، يدعم بلوتوث 4.2، لا يدعم ان اف سي ويدعم مدخل 3.5 ملم، يدعم اف ام راديو. أصدر في 19 مارس. سعر الهاتف هو 309 دولار، يعني جيد جدا، وبالأورو دقيقة 206 دولار. في القناة وفيديو إن شاء الله لقاء المشاهدين.